الأهلي يواصل انتصاراته ويفوز على طلائع الجيش 2-1 ويتصدر جدول الدوري منفردا. فاصل ونرجع نشوف آراء محللينا الكبار في أحداث المباراة، انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف عبد المنعم ألف مبروك، فوز وتصدر مستحق الجدول الترتيب. ألف مبروك اعتلاء القمة، إن شاء الله تفضل على طول بإذن الله يا رب. ودروس مستفادة من مباراة اليوم. بالنسبة للجميع، كلنا كنا بنطالب بسرعة التغييرات في الشوط الثاني، ولكن رؤية المدير الفني انه ابقى على اللاعبين زي ما هم وحاولوا ان يكون ليهم وجود في الشوط الثاني ببعض الهدوء شوية في تنفيذ الهجمات. ويمكن الهجمة الوحيدة اللي اللعيبة حصل فيها حالة رؤية وحالة تحرك وعرضية، اول عرضية نشوفها في المباراة سليمة، واول حاجة يعملها احمد عبد القادر في الماتش كويسة وياخد خطوتين قدامه يعملها براسه جوه الجول، هي دي كانت من مسافة عودتك للمباراة اللي هي كانت بالنسبة لك صعبة جدا، وانت اللي صعبتها على نفسك، انت اللي صعبتها نفسك في الهدف الاولاني، انت اللي صعبتها على نفسك في دخولك للمباراة يعني متأخر جدا وبتفكير بعيد خالص عن انك انت فاكر انك هتكسب في اي وقت، ومفيش حاجة في الكورة كده. دروس مستفادة في العالم كله دلوقتي بنتفرج عليها، مفيش فرقة بتبقى هي الاقوى او ليها السطو او ليها التقدم او ليها اي حاجة الا في الملعب. بس هو ممكن يكون حد من البدايه عنده التفكير ده يا كابتن؟ لا انا عايز اقول لك على حاجه. تفكير ايه؟ انك انت هتكسب في اي وقت؟ لا، ما في الاداء واضح، اداء بطيء جدا، التفكير مش واضح. انا هعمل ثغره منين؟ اي جمله انا لو ما بلعب، احنا ثلاثه بنلعب في ناحيه واحده، احنا اللي بنبتكر الهجمه، احنا اللي بنبتكر الخطوره، احنا اللي بنستخدم امكانياتنا احنا الفرديه اللي عندنا. زي اي لعيب بيعرف يعدي من واحد او اثنين بيعمل ثغره في الفريق اللي قدامه. التفكير السريع اللي هو يوصلني ويوصل فرقتي لعرضيه سليمه اقدر احرز منها، اللي هو حصل الشوط الثاني. ما هو اكرم توفيق عمل واحده لمحمد شريف اللي اتحرك، يمكن استقباله ليها كان سريع شويه، استقباله كان اعلى من او اسرع من الكوره كمان، يعني كان لازم يبقى هادي عليها وممكن يوقفها ويشوطها. فانما انت بتتحرك بتصنع هجمات ليك، بتصنع خطوره. الحاله دي بتعمل ايه للمنافس؟ المنافس اللي انت كنت في اي كونتر اتاك رايح عليك خلاص بيقف عايز يحتفظ ان شاء الله بنقطه بعد الهدف اللي دخل فيك عن طريق الديفندر بتاع فرقه طلائع الجيش او حارس المرمى اللي اتعامل معاها متاخر جدا والكره راحت فيه هدف، وادانا ضربه الجزاء الثانيه. ضربه الجزاء الثانيه برضو روح انك انت تخش وتاخد الكوره وتبقى موجود ومدوغل بست سبع لعيبه جوه ال 18، اذا انت عايز تكتب عندك الرغبه، الرغبه دي ما كانتش موجوده اول شوط، الرغبه دي كانت مفقوده. اعتقد ان المدير الفني كمان النهارده عرف قيمه محمد مجدي قفشه كصانع العاب في وسط الملعب وكتيمبو وكايقاع وكراجل بينفذ استلام الكوره وبيوديها الناحيه الثانيه في اي يعني هتلاقيه لعب مثلا 20 كوره محمد مجدي قفشه 19 سلام. ف دي نظريه لازم الجهاز الفني ياخد باله منها، عايز يلعب سافيو يلعب مجدي قفشه، هو كان صعب الاثنين يلعبوا كويس، انما في عندك انت مقومات تيم تبتدي بيه ال 11 لاعب ده يخلص الحكايه في الاول. عندك طاهر محمد طاهر اللي هو في ناحيه الشمال وكريم فؤاد ناحيه اليمين وقفشه في النص ومحمد شريف او شادي حسين موجود في راس الحرب. كده بقى فايتك وين؟ عندك اكرم توفيق بقاله فتره ما بيلعبش وخارج من اصابه وراجع، يمكن النهارده الشكل مش مظبوط قوي بالنسبه له، اندماجه في المباراه، ضغوط المباراه، تاخر الاهلي بهدف، حصل له حاله متفاوته شويه في الملعب، لكن قدر في ال 10 دقائق الاخرانيين او عايز يكون ليه وجود ويعمل عرضياته اللي هو الطريقه العاديه بتاعته. صحيح. اي لعيب بيصاب او اي حاجه النهارده هنقول كده، اي لعيب بيصاب وبيرجع للملعب بعد كده بيبقى له وقت يخش فورمته واحساسه بوجوده في المكان اللي بيلعب فيه. صحيح. احنا اللي كنا بننفذ اي قلق لينا، وهقول لك على كوره اللي هي دخلت فينا جول زي انورامو بتاع تونس دي بايده الراجل بدراعه، احنا برضو اللي عملنا المشكله دي ايمن، مش هم اللي عملوا فينا المشكله من الاول خالص، تطلع اوت من ورا خالص من ناحيه الوينج ليفت عندنا
الكره دي تخلص من هناك، الكره دي وصلت لغايه هناك وحصلت مراوغه ودخول وعرضيه، ده ما ينفعش، ما ينفعش. زي الكره اللي حصلت مراوغه فيها والراجل راح وشاطها وبعد الجول اللي جبناه وصدها حمد شناوي. ففي حاجات لازم شخصيه لاعب النادي الاهلي تبقى موجوده. احنا زمان كنا بنمسك الكره لينا تقل في الكوره، او النادي الاهلي لما يمسك الكوره لازم يبقى له تقل، ازاي يباصي واللعيب التاني يستلم ويبقى عنده ثقه في نفسه وهو بيباصي، ازاي يعدي من واحد، ازاي يشوف رؤيه الملعب كلها. مش على طول هنفضل نقول عمرو سوليه بعيد، عبد القادر بيمسك الكره كتير، ما فيش الكلام ده. الكلام ده لازم يتغير كله، وده الحوار اللي لازم يبقى موجود يعني. وده معلش انا بتكلم كده لان هو ده التقصير اللي احنا شايفينه، او احنا ليه اول تايم مش كويسين، ليه متاخرين، لان في حاجات لازم تتغير في المفاهيم. لازم نبقى احنا عندنا مفاتيح ازاي اما نلعب مع اي فرقه، احنا اللي بنرجعها علينا واحنا اللي بنجيبها علينا، والفرقه مش عايزه مننا حاجه. ده احنا الاخطاء عندنا، ده الباص الغلط عندنا هو اللي بيعمل كاونتر اتاك علينا. صحيح. فانا ببارك للعيبه النهارده، ويا ريت النهارده يكون درس لينا كلنا ان ما يحصلش كده في اي مباراه بعد كده. اديك شفت لما بتتاخر تبقى الضغوط عليك عامله ازاي، ومش كل مره بتسلم الجره. وحصلت قبل كده في الدوري السنه اللي فاتت، مهما كانت الظروف ضدنا، مهما كانت الاسباب، لكن احنا برضو بايدينا احنا بنحور اي دفه زي ما انا قلت لك. فمبروك وعقبال الماتش الجاي باذن الله. طيب نروح لملعب المباراه ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء واعتلاء النادي الاهلي لصداره الدوري بالفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدرب العام للنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه دايما بتبقى بلغه الكوره صعبه جدا، يعني الاهلي في اخر اربع مواجهات لم يستطع الفوز على فريق طلائع الجيش، بيزيد من صعوبتها النهارده انها المباراه الاولى للكابتن محمد يوسف. مبروك النهارده على الفوز، ثلاث نقاط مستحقه، الاهلي بيعتلي صداره الدوري المصري الممتاز. طبعا مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي. مباراه زي ما انت قلت مباراه عصيبه جدا، يمكن ظروفها بتلعب برضه فرقه مميزه، كابتن يوسف عنده خبرات كبيره في الدوري، وبشكره طبعا على الاداء دوت والشكل الفرقه. اتمنى له طبعا التوفيق في المباراه القادمه يعني، لكن زي ما انت قلت مهمه جدا ان انت النهارده بتتصدر الدوري، مهم النهارده ان انت تاخد ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لك. ممكن يكون ما بداناش احسن حاجه الشوط الاولاني، لكن الحمد لله اعتقد الشوط الثاني كان اداء مميز، استحواذ وفرص، فالحمد لله نقدر ان شاء الله نبني عليها المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن سامي، ايه اللي حصل ما بين الشوطين؟ ايه الاهم التعليمات اللي قالها مستر مارسيل كولر؟ شفنا يعني اختلاف في اداء النادي الاهلي في شوط اللقاء الثاني، توقيت الهدف الاول كان مميز جدا في اول 8 دقائق، النادي الاهلي قدر يرجع للقاء. يعني الراجل اتكلم اللي احنا لازم نبقى اهدى شويه، اتكلم ان احنا لازم نقاتل اكتر، اتكلم ان احنا لازم نكون اهدى في التلت الهجومي. اعتقد اللعيبه كانت عندها تصميم وكانت عندها طبعا اراده اللي هي تحقق المكسب، والحمد لله سعوا ليه، والحمد لله اعتقد الحمد لله كانت نتيجه مستحقه الشوط الثاني. النهارده يا كابتن بنشوف كريم فؤاد في اكتر من مركز موجود، النهارده مع خروج محمد اشرف كريم فؤاد بيلعب في مركز الظهير الايسر، واحد من الحلول مهمه جدا للنادي الاهلي في مركز الظهير الايسر. طبعا كريم بيأدي اداء مميز مش الماتش ده بس، المباراه القادمه اللي فاتت قبل كده يعني، يمكن زي ما انت قلت لعب جناح قبل كده وسجل اهداف كتيره، ولعب باك رايت، والنهارده بيلعب باك ليفت، فطبعا عنده مرونه تكتيكيه اللي بيلعب في كذا مركز، وعنده كذا لعيب بيقدر كده، طاهر بيقدر يلعب ناحيه اليمين وبرده ناحيه الشمال، بيرسي نفس القصه، ويقدر يلعب برده برونو برده بيقدر يلعب 10 ويقدر يلعب جناح، فاعتقد الحمد لله دي برده من الحاجات اللي بتدي للراجل برده اريحيه، بتدي له اختيارات كتيره اللي يقدر يغير في من خلال الماتش يعني، وبتدي له افضليه الحمد لله في المباراه يعني. كابتن سامي، يعني نقطه هناخدها من اللقاء النهارده ولقاء المقاولين، النادي الاهلي تضرر فعلا من فتره التوقف والتاثير، النادي كان وصل لمرحله عاليه جدا في مباراه السوبر المصري، فتره الراحه اللي اكيد اثرت على اداء اللاعبين اللي شفناها النهارده في ماتش الجيش وفي ماتش المقاولين، لكن سريعا الاهلي تجاوز هذه المباراتين بتحقيق الفوز سواء على المقاولين العرب او على النهارده على طلائع الجيش. طبعا بتاثر عليك طبعا لانك انت كنت في حاله بدنيه كويسه وحاله فنيه كويسه وحاله تكتيكيه كويسه، يمكن الفتره بقى الفتره الراحه خصوصا ان انت برده بيبقى بعيد عنك اللعيبه الدوليه، بعيد عندك اللعيبه، حتى اللعيبه اللي في المداخل الاولمبي منتخب الشباب بعاد عنك، فبتقدر تحضر على بال ما بترجع تاني اللعيبه، وبتبقى تخش مع تفكير الراجل وطريقه لعب الراجل وقوه المباراه نفسها يعني، فبتبقى فيها صعوبه شويه يعني، لكن الحمد لله اللي احنا نرجع اقوى، وان احنا الحمد لله عندنا ثلاث نقاط مهمه جدا حققناها، ودي كانت بالنسبه لنا هدف كبير بالنسبه لنا النهارده اللي انت تحقق
تحقق مكسب عشان تصدر فيه الدوري وعشان برضو تكسر حاجز زي ما انت قلت الاربع مباريات اللي احنا ما قدرناش ننتصر فيها على فرقه الجيش، يمكن حتى ما قدرناش نجيب نسجل هدف يعني. النهارده الحمد لله بسجل هدفين وبتضيع فرص كبيره، فالحمد لله النتيجه مرضيه لينا يعني، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون افضل لينا واللعيبه تخش في فورمه الماتشات يعني، وان شاء الله يبقى فيها الاداء يبقى احسن ان شاء الله بقى احسن كده. كابتن سامي، انا عارف ان حضرتك قريب جدا في التعامل مع المستر مارسيل كولر، ايه اللي انت شايفه مختلف فيه خلال وجوده مع النادي الاهلي عن الفترات المدربين السابقين؟ مستر مارسيل كولر تفاصيل كتير جدا بيركز عليها، مفيش حاجه بيعديها للظروف. طبعا هو طبعا الراجل عنده خبرات كبيره، طبعا مرن طبعا في دوريات كبيره ومسك منتخب كبير زي النمسا وحقق معاه اداء كويس. زي ما انت بتتكلم ان الكره دلوقتي بقت هي لعبه التفاصيل يعني، الراجل بيتكلم في كل تفاصيل سواء في الملعب او بره الملعب، كل الحاجات الفنيه، حاجات بره الملعب، فطبعا خبرات كبيره. ان شاء الله اتمنى له التوفيق، ان شاء الله يحقق نتائج مبهره ان شاء الله الفتره اللي جايه لجمهور النادي الاهلي، ويبقى على قد طموحه جمهور النادي الاهلي. انا عارف جمهور النادي الاهلي طموحه كبير جدا، ان شاء الله شخصيه الراجل دي مناسبه لطموح جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله اتمنى له التوفيق، ان شاء الله اتمنى توفيق اللعيبه الفتره اللي جايه في كل البطولات اللي احنا نشارك فيها، اللي احنا ان شاء الله نوعد جمهورنا برده اللي احنا نقاتل فيها عشان ان شاء الله نرجع الدوري العام. انا عارف بالنسبه لنا تحدي كبير جدا، لكن ان شاء الله احنا قادرين، اللعيبه قادره، واللي احنا ان شاء الله بفضل ربنا قادرين ان احنا نحققه، وعندنا طموح اكتر برده كاس افريقيا وبطوله كاس مصر والسوبر. فان شاء الله بدايه كانت كويسه بالبطولات، بطوله سوبر كبيره مع طبعا منافس كبير نادي الزمالك اللي انت تحقق بطوله في بدايه الموسم، اعتقد ان شاء الله تبقى دفعه قويه لينا وتدي ثقه لجمهورنا ان شاء الله اللي احنا الفتره الجايه يساعدونا اكتر واكتر ويدعمونا اكتر واكتر، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق ان شاء الله كل النتائج الايجابيه باذن الله. مباراه المحله التحضيريه اللي هيبدا من غدا، الفريق هيستلف تدريباته، واحده من المحطات الصعبه برضو للنادي الاهلي. هو الدوري كله صعب يعني، ما تقدرش تقول دلوقتي ان في مباراه سهله، بالعكس كل الفرق مستعده كويس، كل فرق عندها مدربين كويسين ولاعيبه كويسه، وكل فرق بقى عندها خبرات كبيره الدوري الممتاز. فاعتقد ان شاء الله احنا بنمشي واحده واحده وخطوه بخطوه، زي ما انت قلت ان شاء الله عندنا تمرين بكره نستعد كويس، اللعيبه اللي ما لعبتش واللعيبه اللي لعبت تعمل ريكفري يعني، ونستعد ان شاء الله عشان اساس نقاط مهمه بالنسبه لنا برضو نقدر نحققهم ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن سامي والتوفيق باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن سامي مصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي واعتلاءه لصداره الدوري، فوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، من الايجابيات ان انت وانت مش في افضل حالاتك تعرف تكسب. ماشي، بس مش كل مره على فكره. مش كل مره تبقى في يعني حالتك مش كويسه وتكسب. فدايما ليه ما بقاش انا احسن حالتي؟ انا اتكلمت معاك بنشطتين قلت لك بسرعه كده، الاعداد نفسه المباراه ودخولك المباراه هو اللي مأثر عليك كل التاثير ده. حتى الشوط الثاني، دخولك الشوط الثاني مش دخول فريق خسران 1-0، بس انت قدرت في ثلث ساعه ترجع للمباراه وتقلب الاوضاع وتجيب كمان جول المكسب. كويس. بعد كده ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت بعد كده. الاداء ارتباك شويه، الاداء يا ايمن الاداء مش حلو. الاداء انا ببص على النتيجه بقول الحمد لله ماشي، الحمد لله، بس انت دايما بتبص، انت بتتفرج على النادي الاهلي الاداء نفسه. ايوه، في اخطاء كتير جدا في المباراه. يعني الهدف اللي اتلغى اللي اتكلم عليه كابتن شريف، في 1 2 اتعمل في ثلاث لعيب مضروبين فيه لحد ما الكره راحت لكريم وعدى وكده. فدي اخطاء ما ينفعش تتعمل يا ايمن في مع لعيبه النادي الاهلي، مع فريق بيلعب على بطوله دايما. يعني انت تخيل ان مثلا ضربه الجزاء دي ما جاتش، فانت كنت هتقدر في معاناه لحد اخر وقت، ممكن ترتكب اخطاء اكتر. انت كده الاخطاء بتاع الشوط الثاني دي حتى بعد الهدف الثاني اخطاء كتير جدا، اخطاء في التمرير، اخطاء في التمركز، في الرجوع في نص الملعب. لا النهارده يعني بص، ده ما ينفعش. الراجل عدت اكرم سامي، الراجل مشي. بس انا ليا تعليق هنا ما لحقتش اتكلم فيه. خروج الشناوي، انا حاسس ان الشناوي خارج ان الكوره دي اوف سايد فبيأدي واجب. لكن الشناوي بص، يعني ده مش خروج حارس يعني، مش الشناوي. اللي هو التعامل معاها مش كوره انفراد صريح، فانا هطلع. ممكن تجيب لي الكوره دي من بدايتها بعد اذنك؟ نجيب الكوره من بدايتها، الكوره الطويله لما اتلعبت لو ممكن يعني. ايوه هات، واضحه قوي. انا عايزها بس من الاول هنا خالص. من هنا هنا احمد ايمن، بص هنا، بص يا ايمن. ايوه كابتن، هنا بص. ايوه من اول هنا. اولا ماشي. الوقفه كلها غلط. ليه اكرم بعيد كده؟
دي اكرم ضامن قوي كده، لازم اكرم مع الراجل ده، ده الاخطر، ما فيش حد زياده. أيوة. يعني في واحد هناك زياده خالص تقريبا ياسر، مش هتوصل له ومش يعني. لا انا بقول لك ان انت مطمن انك في زياده في الاربعه اللي ورا. الطبيعي ان اكرم زي السهم كده بيعمل، طبعا لازم يبقى ما مش حتى مش يروح للراجل، لا ده يخش جوه بميل شويه على الراجل اللي بره. لو اتلعبت بالموقف ده هو كان قطعها. نكملها طيب، نكملها. طبعا اولا الضغط بعيد قوي، كمان ضغط من الاول على ايمن، احمد ايمن بعيد قوي كويس. أي. اتلعبت. انا حاسس ان بص التعامل مش التعامل مش هو بتاع الشناوي. هو في حاجه بس على الشناوي كان رايح على اساس اوفسايد. انا حاسس والله ايمن الباص هنا موقف لي الصوره كويس، ولسه الكره في رجل اللعيب الثاني وخدها خطوتين وبعدين عمل السروبه هنا كده. بص ايوه بص يا كابتن شريف، هو اولا يعني هو اولا البدايه خالص على الكره عند احمد ايمن الضغط وحش قوي. ايوه متاخرين كلنا، كله متاخر. التعامل مع الكره تحس ان الشناوي طلع ان هي اوف سايد، فالكره ما اتلعبتش من فوق الشناوي يا كابتن شريف، ده من جنب ايده. يعني اصل الشناوي معروف ما بيخرج مظبوط بيخرج. بص هي من جنب ايده مش من فوق ايده خالص. يعني ايوه بص هنا اهي، هنا تمركز اكرم وحش، حتى وقفته دي وحشه. بص يا كابتن شريف الخطوه وبعدين رجع. بص يعني ما مش عارف التعامل فيها مش 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 جامد قوي. لكن انا بتكلم بعد الهدف الثاني كمان الاخطاء كتير قوي. بص ده كله اخطاء وتسرع ومفيش هدوء. لازم كان يبقى فيه هدوء شويه حتى الشوط الثاني. لازم تبدا الشوط الثاني انت عايز تتعادل، روح وحماس وكده بس بهدوء. الكره جاي من انك انت عايز تحافظ على المكسب. انت ماشي عايز تحافظ على المكسب، يبقى تحتفظ بالكوره. لانك انت كنت الكوره بتضيع منك بسرعه. طول ما انت الكره بتضيع منك بسرعه انت في حاله دفاع، وانت كمان وقفتك في الملعب على مدار المباراه مش صح يا ايمن. في اخطاء كتير جدا، نص الملعب دايما هم واخدين منك، دايما في زياده، دايما انت رايح متاخر، رايح خطوه متاخره. يعني كان اسامه قال كلمه بين الشوطين ان سافيو لما بيستنى لقدام بيفضي غصب عنك واحد في النص، وما ينفعش ديانج وعمرو السوليه يقفلوا على كم اللعيبه اللي في نص الملعب اللي حطوهم محمد يوسف. فكان لازم يبقى سافيو يبدا من تحت ويبقى هو رقم يعني الهمزه الوسط حته الهجوميه. لكن اصل ما انا مره شرحتها بسرعه كده، الفرق بين سافيو ومحمد مجدي. محمد مجدي دايما بيلعب بوشه، سافيو بيلعب دايما بظهره، وده اللي مش هينفعك انت، مش هيفيدك بحاجه. لكن الشوط الثاني يعني بص كده، بص ايمن حتى واحد هو اللي راح له كوره واثنين واقفين لوحدهم، وكل اللي مع ان الزياده العدديه هنا بالنسبه لمدافعين النادي الاهلي كانت يعني اكتر من مهاجمين. بص دي وقفه كمان غريبه جدا، يعني ازاي لعيب يتساب كده لوحده؟ بص احنا كام واحد؟ واحد اثنين حلو قوي، واحد بص والكره راحت له هو. يعني بص فهي حتى واقفه زحمه بس انت مش يعني انت مش 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 ماسك مش مراقب صح. ايوه التوقيت الهدف ده ممتاز، ان هو الهدف ده 1-1 بالظبط تبدا تخش المباراه ثاني. لكن انا عايز اقوله بس مش عايز اطول في الكلام، ان مباراه النهارده الحمد لله 3 نقاط مهمين جدا. لازم الاخطاء اللي حصلت النهارده كتير على فكره لازم تتعالج، لان انت دايما بتحب ان يعني دايما بتشوف انك يعني اخطائك بتقل قوي وكل ما زادك بتزيد. صحيح. الفريق اللي طلع الجيش لعبك باحترام كويس قوي ولعب على قد امكانياته، وكان بصراحه كان مقلق طول المباراه. صحيح. لكن مبروك 3 نقاط فعلا كانوا مهمين جدا النهارده. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، فوز زي ما قال كابتن علاء مهم وكان مطلوب للانفراد بصداره الدوري. طبعا الفوز في حد ذاته بصرف النظر عن الاداء حاجه كويسه، انك حققت حاجه من الحاجتين اللي بتلعب عليهم، النتيجه والاداء. أيوة. ما قدتش باداء كويس النهارده، معظم اللعيبه مش في حاله جيده، لا على مستوى اللعب الفردي ولا الجماعي، يعني فرديا حتى اللعيبه مش في حالتها او جماعيا. لكن قدرت بخبره النادي الاهلي وكورتين قدرت تخلص بيهم الماتش، دي طبعا واحده منهم. يعني يمكن دي الكوره من الكرات النادره اللي اتصرف فيها سافيو كويس، واحمد عبد القادر حلها كويس قوي. احمد عبد القادر توقيته انه يطلع قدام المدافع ويحطها هايله طبعا، وراحت في اخر حته، وعمر رضوان يعني ما عرفش يتصرف معاها كويس. فجون جه في توقيت كويس قوي في الدقيقه 51، كان لسه 7-8 دقايق بس فاتوا من الشوط الاولاني، ودي طبعا كوره برضو عمر اتصرف فيها. دي ركله الجزاء طبعا، ركله الجزاء 100%.
عمر اتصرف وحش جدا، وقعت الكره منه بسهوله قوي، وبعد كده خبط في سافيو. هنا اكرم ما عملوش اي حاجه والكره وقعت من ايده، وبعدين دخل هو في سافيو ضربه جزاء سليمه يعني. صحيح. حتى الفار تردد فيها، لكن عادل عشان مقتنع وشايفها راح ومدي قرار 100% ان هي ضربه جزاء. صحيح. فالحمد لله ان انت ما كنتش في احسن حالاتك، لكن قدرت تكسب اللقاء عشان تعتلي صداره الدوري. يعني الشوط الثاني نسبيا افضل شويه من الشوط الاولاني، ولكن زي ما علاء قال برضو كان في اخطاء كتيره. الجبهه الشمال تحديدا كريم طارق طبعا ضربه جزاء هو صمم عليها محمد عادل لانها سليمه، هو شايفها كان قريب منها وحطها عمرو السليه حلوه قوي على شمال رضوان، لكن على شمال عماد السيد اللي نزل مكان رضوان. الشوط الثاني زي ما قلت لك يعني الاداء مش احسن كتير، ولكن افضل نسبيا من الشوط الاولاني. بقى في سيطره شويه، في كور خطيره بالذات لما نزل مجدي قفشه. وقفشه احنا قلنا ميزته زي ما علاء قال انه بينزل يستلم من لعيبه وسط الملعب اللي هم المدافعين زي ديانج والسوليه، فبيعمل لك زياده واستحواذ في نص الملعب، بيعمل استحواذ لانه بيسلم الكره من رجل للرجل وجاي بوشه. ابص زي دي كده لعبها، بص عنده رؤيه. في واحده راح عاملها انفراد لشريف، شريف حطها مشي جنب العارضه. هي دي، بص دي بقى، دي كمان برضو شريف مستعجل فيها. في بند كمان حصل، يعني هو في بند حصل في الارض كمان. أيوة. ماشي طبعا، هو طبعا شريف حاول النهارده، لكن دي مثلا مش شرط كل مره لمسه واحده، يعني مرة واحدة. لو لمسه صغيره ووجه كان هيقدر يجيبها جون. صحيح. بس انا شايف ان شريف، انا بحس انه بيلعب مضغوط شويه، لانه يلعب وبعدين يقعد احتياطي، وبعدين يلعب وبعدين يقعد احتياطي، وبعدين يعني احساسه انه ما فيش ثقه فيه 100%، فممكن مش بيلعب يعني باريحيه. أيوة. على طول. أيوة. دي وجهه نظري الشخصيه، يمكن لو رجله استمر في الملعب ماتشين ثلاثه ورا بعض هيبقى افضل. النهارده هو ضيع اكتر من كره، لكن بيحاول بصفه عامه. يعني زي ما قلت الفرقه ما كانتش في احسن حالاتها، ولكن قدرنا بخبرتنا نكسب بهدفين سلام. صحيح. طبعا 100%. والتغييرات الى حد ما نشطت، قفشه مكان سافيو، طاهر مكان اشرف، ورجع كريم فؤاد باك شمال، وبيرسي تاو يمكن هو اللي ما لحقش يلعب مكان احمد عبد الله، ما لحقش يلعب قوي يعني، او ما لحقش يعمل حاجه كبيره، لكن الحمد لله على النتيجه. الحمد لله. كابتن عادل الف مبروك، في دروس مستفاده كتير من مباراه اليوم، ولكن تبقى النقطه الاهم وهي انك انت قدرت ترجع للمباراه وكمان تصدرت الدوري بعد الفوز 2-1. مثلا الدوري العام ما بيتحسبش بالمباريات اللي بتلعبها كويس. صح. الدوري العام فيها. ممكن تلعب كويس وممكن تخسره. مظبوط. ولكن المهم انك التلات نقاط. انت تجمع الثلاث نقاط. مظبوط. تلو الثلاث نقاط لحد ما تبقى كويس وتاخد الفورمه بتاعتك. لازم تعرف انك جاي برضو من فتره طويله من توقف دوري اثرت بالسلب عليك، وجاي من بطوله كبيره خدتها، يعني بغض النظر عن انها مباراه واحده ولكن سوبر جيد تاخده وبره مصر، فانت راجع لصراع الدوري. صح. انت حسمت النهارده بالشوط الثاني. مظبوط. الشوط الاولاني اتكلمنا كتير قوي وقلنا انا كتير قوي ما بيهمنيش مهارتك قد ما بيهمني قلبك. صح. انا عايز منك دي، روحك في الملعب. صح. يعني كتير ما بشوفش الشوط الاولاني ما كانش فيه روح، ما كانش فيه لعيبه بتقاتل. الشوط الثاني شفت فيه، احاسبك على دي، الفنيات ممكن تعلى وتنزل، ممكن تبقى في التوب فورم عندك في الفتره دي وممكن تبقى في تقل، ما فيش مشكله عندي، ولكن اللي ما يقلش هي الروح بس. الحاجة المهمة اللي النهارده النادي الاهلي عملها تاني شوط، وانا من وجهة نظري يعني انا كنت مبسوط بيها، رجوعك للماتش اولا، ثانيا كسبت المباراة. يعني انت عندك حاجتين كان لازم تعملهم، رقم واحد
كان لازم تتعادل، رقم اتنين لازم تكسب. تكسب مظبوط. فاجي انا مثلا احبش جلد الذات كتير انا بالنسبه ايه بالنسبه انا كويس انت حققت الهدف. قلنا الشوط الاولاني وحشين، لا الشوط الثاني كسبنا الحمد لله. هايلين، برافو عليكم، شد حيلكم. هنقول ان في اخطاء يعلمها المدرب، هنقول ان في ناس في الملعب ممكن يكون مش واصله لهم حته الفلين الحمراء شويه، يعني لازم يتعلموها ويشوفوها ويعرفوها، لانه اللاعب اللي يتواجد بعد كده في التشكيل والصراع ما بين اللاعبين الصراع الجيد للمدرب، انك انت هتقعد انا بهتم دائما كراجل مدرب، يعني بهتم بحته ان انا اعمل صراع ما بين اللاعبين، ولكن صراع حميد، يعني اللي هو الصراع صحيح. اللي انا عايز اتنين في مركز واحد ايهما افضل لمصلحه الفريق هلعبك. مظبوط. تكسبني هتلعب. لما اللعيبه تحس بدي افتكر ان هم هيعملوا اداء كويس، وفي الاخر انت خدت الثلاث نقاط، اعتلت الجدول الترتيب. مظبوط. ده مهم جدا، وخصوصا انت عندك ماتش صعب الفتره الجايه مع المحله كمان 4 ايام. اكيد. والمحله متصدر معاك كام؟ انت دلوقتي متصدر بالفرد الحمد لله، فرق بنتين بينك وبين هيلعب بنتين. يعني الموضوع ما بقاش بالسهوله دي. بالظبط. امتى الموضوع يبقى بالسهوله بالنسبه للنادي الاهلي؟ حاله واحده بس، لما يفرق. لما يفرق. مظبوط. لما نروح تعلى قوي. علشان كده انا دعوه للاعبين اللي انا عايز اقول ايه، يعني مثلا مجدي قفشه اتكلم عليه كلاعب متميز في النادي الاهلي كتير. مجدي قفشه بزعل منه، عارف ليه؟ لانه عنده قد كده 10 مرات. ايوه. مثلا محمد شريف هداف، يبعد عن الجون فتره، انا ما يهمنيش، ما تقعدش تشتغل على الجون بس. صحيح. افتح للاعبين، اتحرك تحرك جيد. الوظائف بتاعه المجموعه غير وظائف الفرد. اللي بياخد الدوري المجموعه وليس الفرد. صح. اللي بياخد الدوري الفريق وليس المدرب لوحده. فعلشان كده بقول لك انت بتقاتل وانا بقاتل، انت كمدرب تعمل اللي عليك وانا كلاعب اعمل اللي عليا، ولكن في اخر الامر مين اللي هيفوز؟ التيم واحد. الفريق. فانا صحيح. اتمنى الايام اللي جايه ان شاء الله دفعه من ماتش المحله باذن الله رب العالمين. وبعدين خلي بالك لما احنا بنقول على المحله ماشي كويس وفرقه كويسه، اما المحله بيقول علينا احنا ايه؟ صحيح. فهي دي بقى المشكله، انك انت لازم تصدق نفسك. طول ما انت بتصدق نفسك محدش يقف قدامك باذن الله رب العالمين. طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش، ومنه الفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. انتظروا. من جديد اجدد التحية بالكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش اللي لعب جيم محترم ومباراة صعبة جدا امام النادي الاهلي، صعب اللقاء على النادي الاهلي النهارده. كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي. تحيات الكابتن ايمن شوقي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، استوديو مليء بالنجوم النهارده. طبعا اصدقائي كلهم، وبتشرف طبعا ابعت لهم التحيه، وكابتن ايمن شوقي طبعا وكل الكباتن. سعيد طبعا ان اكون على قناه النادي الاهلي، ده بيتي، وفي نفس الوقت يعني ببعت لهم تحياتي. كابتن محمد، مواجهه صعبه جدا، اول مواجهه للكابتن محمد يوسف، اكيد بتبقى مواجهه صعبه خصوصا لما بقى بواجه النادي الاهلي. بالنسبه لك كمدير فني بتبقى امر مهم جدا صعبه، او ولا بتبقى متلهف لهذه المباراه ان تبقى بدايتي قدام النادي الاهلي؟ اكيد يعني الامرين دولت شايفهم ازاي؟ يعني انا خدت الجانب الايجابي من ساعه ما توليت المسؤوليه، وانا عارف الجدول عندنا اهلي، زمالك، مصري، وبعدين محله، دي يمكن اول 4 مباريات في فتره قصيره. فانا بفكر في كل مباراه في خطوه لوحدها، وجت مع النادي الاهلي طبعا فريق طبعا كبير وفريق تقيل وبطل افريقيا وعنده مجموعه كبيره جدا من الحلول والنجوم. انما انا شايف النهارده ان احنا عملنا مباراه كويسه جدا، يمكن اتقدمنا الشوط الاول طلعنا متقدمين، الشوط الثاني فيمكن في 7-8 دقائق تلقينا هدفين في وقت انا يمكن اتكلمت مع اللعيبه ان احنا لازم ننزل الشوط الثاني نبقى ضاغطين ونطلع نبقى عاملين يعني ضغط من قدام شويه. لكن اللي حصل حاولنا طبعا ان احنا نرجع للمباراه ثاني، يمكن غيرت باستثناء زولا غيرت موزيس وغيرت علي الزاهدي وشحاته، كلها حلول هجوميه على اساس ان انا ابدا انشط، ورحت الشوط الثاني
غيرت طبعا الطريقه بقى الشوط الثاني، رحت بدل ما العب 3 ورا رحت مطلع احمد ايمن منصور ولعبت باربعه ورا، فدي ادتنا برضو على اساس ان انا ارجع للمباراه ثاني. في النهايه طبعا ببارك النادي الاهلي، وانا بشكر لعيبه النهارده عملوا مباراه كويسه وعملوا اداء كويس، الروح بتاعتنا القتاليه كويسه جدا جوه الملعب، وان شاء الله نبني على الفتره اللي جايه. احنا يمكن اشتغلنا الفتره اللي فاتت شغل كبير جدا، وفتره الثلاث اسابيع اللي كانت متوقفه فيها الدوري وانا توليت المسؤوليه، لكن ان شاء الله الفتره الجايه عندنا يوم الاربعاء على طول شغل مع الزمالك، فطبعا من بكره على طول هنبدا نشتغل ونجهز نفسنا ان شاء الله. مهم ان ناخد نقطه قدام النادي الاهلي، لكن الكابتن محمد يوسف النهارده بيلعب من بدايه اللقاء على الثلاث نقاط، احرز هدف الشوط الثاني. الاخطاء يعني نقدر نقول انت بتلعب قدام النادي الاهلي لازم تبقى الاخطاء قليله، النهارده فعلا فريق طلائع الجيش كانت اخطاء قليله جدا قدام النادي الاهلي، وكان الكابتن محمد يوسف بدايه اللقاء بيلعب على الثلاث نقاط مش النقطه التعادل. ده اكيد، يعني انا متفق معاك، وهو ده فعلا اللي انا اتكلمت معاهم على الشغل ده، واتكلمنا على المساحات اللي ممكن نقدر نشتغل عليها. يمكن الشوط الثاني كمان بعد قصدي الاولاني بعد الجون في اندفاع قوي جدا من النادي الاهلي، فكان رامي ربيعه وياسر كان في مساحات كنا ممكن نقدر نستغلها، لكن انا في النهايه ضربه الجزاء وقبلها الهدف بتاع احمد عبد القادر، اللخبطه بتاعت ال10 دقايق دي، لكن قدرنا نكمل الشغل كويس. انا بحيي اللعيبه وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. لو الهدف الاولاني للنادي الاهلي كان اتاخر كان من الممكن اللقاء يتصعب على النادي الاهلي، ان توقيت الهدف التعادل للنادي الاهلي دخل النادي الاهلي في المباراه بدري. اكيد طبعا، لان انت النادي الاهلي كل دقيقه بتعدي والنتيجه مش في صالحه، فبيبدا التوتر يزيد، بيبدا الاستعجال يزيد، الخروج من الاماكن او التمركزات بتاعت اللعيبه بتبقى فيها غلط كبير جدا، وبالتالي بيبدا انت تستغل الحاجات دي. لكن الهدف اللي جه بدري يمكن طمن النادي الاهلي شويه. ضربه الجزاء يعني انا ما شفتهاش بصراحه، بس لازم طبعا هنشوفها. بعد كده عملت التغيير بتاع عمر رضوان لاصابته ونزل عماد، فيعني في النهايه المباراة أنا بحيي لعيبة النهاردة، أدوا مباراة جيدة جدا، أداء روح عالية جدا، إن شاء الله نبني عليها الفترة الجاية إن شاء الله. شكرا كابتن محمد، أتمنالك التوفيق بإذن الله، الفوز في المباراة القادمة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يخليك. كل الشكر للكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش اللي لعب النهارده مباراه محترمه امام النادي الاهلي، طبعا انتهت بصعوبه وفوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن مبروك يا كابتن شريف، مبروك. مبروك يا كابتن. كابتن علاء مهوب وكابتن وسام عرابي وكابتن علي عبد الرحمن. كابتن ناصر. كابتن ايمن، عشان الوقت بس يعني ضيق، انا بس هتكلم كلمتين في البدايه. هي رساله للحكام المساعدين النهارده وللفار. هذه المباراة لو احنا اتكلمنا فيها كابتن علاء هنقعد فيها مثلا ساعة نحلل فيها. صح. قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من الحكام المساعدين والفار ومن حكم الفار. انا بسرعة بس يا كابتن بس. الفار جاب الحكم ليه في ضربة الجزاء او ركلة الجزاء؟ كابتن ايمن هقول لك على مفاجأة جميلة جدا. الدقيقة 60 الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة. خلي بالك هذه الحالة فيها ثلاث مخالفات. مظبوط. ثلاثة في لعبة واحدة. مش واحدة بس، يعني ثلاث مخالفات في لعبة واحدة. هو أنا بسأل بس محمد عادل، أنت اتأخرت ليه يا محمد؟ يعني استنيت لإيه؟ هل أنت مستني بتدي تحت فرصة؟ مفيش تحت فرصة يا كابتن علاء في ركلة الجزاء. نمرة واحد، في مخالفة ضد أكرم توفيق واللعبة عدت، وهنجيب الكلام ده كابتن عادل. والثانية ضد أكرم توفيق واللعبة عدت، والثالثة ضد برونو سافيو حارس المرمى واتاخرت سن عادل ورحت حاسب. الغريب هنا بقى كابتن، انا بسال كابتن وائل فرحان، انت بتجيب الحكم ليه؟ مش فاهم. ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، مش فيها اختلاف. يعني انا قلت يمكن في حاجه غير ركله جزاء قبل ركله جزاء. ولكن طبعا يعني استدعاء الفار في غير مبرر في هذه الحاله. ركله جزاء صحيحه، مش هو مره واحده، ده في ثلاث مخالفات يا كابتن شريف. صحيح. ثلاثه في لعبه. طب والنبي الجول اللي دخل فينا عشان يطمئن قلبي. تعالى بقى الدقيقه 88. هو هنا خلي بالك الحكم استدعى كابتن الشناوي وكابتن الطلائع. مزبوط. عشان تقريبا يقول ان الفار فيه عطل في الفار. تمام، تقريبا انا بقول كده يعني. طيب ماذا لو الفار متعطل يا كابتن علاء؟ هدف بالايد واضح جدا جدا جدا. طب ولو انا لعيب كوره النهارده ومساعد بالحس. مزبوط. يعني كلاعب لابد ان انا الحكم النهارده مساعد
اشير ب في مخالفه على المهاجم. محمد عادل النهارده حسب الهدف والمساعد الاول حسب الهدف، ولو الفار مش موجود هدف بالايد واضح جدا جدا يغير نتيجه المباراه. فكويس ان الفار النهارده كان موجود استدعى الحكم، وابتدى الحكم لما راح ما اخذش ثانيه يا كابتن شريف. نفس الكره بتاعت تونس لو تفتكر بالظبط كده، دي طالعه واضحه جدا جدا يا كابتن بساطي، دي لعبتك انت. استحاله اللاعب بالشكل دوت يجيب هدف براسه. طب الهدف اللي دخل فينا الهدف اللي الحالات اللي جايه يا كابتن هنشوف سريعا عشان الوقت. نروح لطاقم التحكيم، كان محمد عادل الحكم الدولي، اعتقد النهارده قدم مباراه كويسه وكانت قراراته دايما هي متفوقه على الحكام المساعدين وعلى حكم الفار. البساطي كان مساعد اول، عندنا نور سعيد مساعد ثاني، اسامه اسماعيل الرابع، الفار كان وائل فرحان وكان اسامه عبد اللطيف. خلينا نروح للحاله الاولى بسرعه عشان الوقت. هنا حاله تستوجب بطاقه صفراء ما فيش فيها كلام، دي في اول مباراه كده. هنشوف الدخول هنا بتهور واضح جدا يا عادل. هنا نشوف الدخول، يعني هل هذا معقول شكل الدخول دوت وانا مديش انذار احسن مخالفه؟ دي نمره واحد مخالفه كان يجب عليك يا محمد. دي في بدايه المباراه كانت في الدقيقه 5 كابتن عادل، وكان ممكن اللاعب ده ارتكب مخالفه ثاني، خلي بالك يعني هنا الانذار موجود. شوف الرجل رايحه فين ومخالفه، لابد اشهار البطاقه الصفراء وهنا ما اشهرش البطاقه الصفراء لنتيجه التعاون. دي واحد. اثنين، شوف نفس اللاعب يا كابتن هنا ماشي، ماذا لو الرجل ديت راحت هنا في لاعب نادي الاهلي؟ شوف هنا الرجل هنا لو راحت هنا في الفخذ، يبقى انا عندي انذار مفقود في البدايه ونفس اللاعب يرتكب مخالفه ثانيه والحكم هنا ما فيش اي قرار بياخده ضد اللاعب الرائح. الثانيه الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، كان المساعد نور سعيد، ونشوف هل هناك مخالفه تسلل ولا لا. لحظه اللمس من فضلك لو سمحت. طبعا هنا يعني اعتقد اللعبه واضحه جدا جدا كابتن علاء، ان اللاعب نادي الاهلي مغطي في البعيد ياسر ابراهيم. ياسر يعني اللعبه واضحه، وانا بقول يا نور انت حكم جامد جدا وحكم مساعد جامد جدا. شوف هنا المسافه قد ايه يا كابتن اسامه، لاعب نادي الاهلي هنا مغطي وهدف طبعا سليم، هو اشار على التسلل، وهنا الفار هنا لما شيك لان الهدف هدف صحيح وهدف صحيح لطلائع الجيش. الحاله بعد كده هنا صراع ما بين المهاجم والمدافع، والبعض يرى ان هنا في فرصه محققه. لا ليه؟ ليه؟ لان انا قلت فرصه محققه لابد ان تتوفر فيها اربع معايير، المسافه ما بين المخالفه والمرمى واحد. هرجع بس لللايف عشان بس نحكي للناس، انا عارف ان الوقت قليل، ولكن هنا هنا خلي بالك اللي لغى الفرصه المحققه هو لاعب نادي الاهلي اللي هو كان جاي من الناحيه الثانيه جنبه قريب، وبالتالي هنا تمركز المدافعين ما كانش موجود يا كابتن ايمن، كان موجود، وبالتالي هنا كان قرار محمد عادل باشهار البطاقه الصفراء فقط بس مش حمراء عشان الفرصه المحققه. هنا هنشوف هنا الايد هنا واضحه جدا والشد موجود للاعب الطلائع، وهنا القرار قرار صحيح باحتساب المخالفه. تعالى بقى الدقيقة 60 وأنا همشي واحدة واحدة للفار، يعني همشي واحدة واحدة خالص. خلينا نروح للعبة. هنا أكرم توفيق دخل وعمل دريبل وعدى ومفيش مشكلة لحد هنا. هنا يا كابتن أدي أول واحد، مين اللي لعب الكورة يا كابتن علاء؟ أكرم. أكرم أنا النهاردة دخلت عشان ألعب، عملت ريسك على نفسي، وبالتالي التاكلينج ما راحش على الكورة راح على قدم. هنا نرجع بس على القدم، أكرم توفيق نشوف هنا هنا بس هنا القدم في القدم، وبالتالي ادي اول ركله جزاء الحكم مشى. طيب نشوف اللعبه الثانيه، شوف هنا اللي جاي، خدت كورتك ولكن وانت نازل تمام اصطدام، هقول دي نمشي فيها مش مشكله كابتن عادل. اللي جايه بقى، اللي جايه مهمه جدا جدا جدا، انت رحت عشان تاخد الكوره، هي كوره فين يا كابتن؟ ستوب، رجل اللعيب تحت، الكوره تحت مظبوط، انت كحارس راح بايدك من فوق، خدت اللاعب باهمال، واضحه جدا يا كابتن عادل الف بتحكيم ركله جزاء صحيحه. تاني الدهاني، تاني الدهاني، تاني ما فيهاش تحت فرصه. هنا 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 بص يا كابتن، هنا ليه ورجليه، الايد والرجل صحيح، انت اللي جاي عليا، يعني الحارس رايح للاعب، انت في تنافس، ما فيش تنافس، ما فيش كوره، الكوره كانت تحت، وبالتالي هنا كانت ركله جزاء صحيحه. اتاخر سنه يا محمد، وتعالى خد اللي جايه ديت وبعدين حسب ركله جزاء. دي ثلاث مخالفات في لعبه واحده، حكم يحتسب والفار بيجيبه.
الفار قرار غريب استفهام كبيره جدا مش ممكن قرار غريب ومبرر غير مبرر من الفار في ركله جزاء صحيحه لصالح برونو سافيو. وهنا بنقول هنا بقى المهم هنا الشناوي جه كابتن النادي الاهلي وكابتن النادي طلائع الجيش هو بيقول لهم تقريبا ان الفار اتعطل. انا جايب اللعبه دي يا كابتن لان جايه ديت فيها مشكله كبيره جدا جدا كابتن علاء كابتن شريف كابتن اسامه. الفار اتعطل انا بجيب الفريقين عشان خاطر لو اي حدث يبقى انا طاقم التحكيم الفار ملوش علاقه بيه. شوف اللي جاي اللعبه اللي بعد كده. والحاله الاهم في المباراه اللي النهارده يعني انا بحمل المساعد اول هذه اللعبه اللي انا بقول يعني لعبه كارثه. صحيح كارثه. واعتقد ما كانش في حد حاجه بالرؤيه عنه يا كابتن. كابتن دي لعبه المساعد مفيش فيها هزار وزي ما قلت لك لو انا النهارده كمساعد يبقى عندي حس هل اللاعب النهارده عنده برضو بتاعهم ازاي يا كابتن ازاي تعال شوف بقى هنا القوه دي وبالسرعه دي ينزل بدماغه الارتفاع ده استحاله ليه ده طالعه وباينه جدا جدا شوف صحيح. الايد طالعه واضحه هو احتسب الهدف المساعد والحكم احتسب طب ماذا لو الفار مش موجود هتحس. كابتن عادل خلي ده ماتش بطوله هتحسب كبيره وهنا لابد النهارده بقول لا صحيح. يعني يا جماعه نركز لان النهارده التركيز كان مفقود في بعض الحالات التحكيميه الفار النهارده انقذ وتدخل تدخل خاطئ في بعض الحالات ولكن بشكل عام النهارده محمد عادل يعني قدر ان هو يتفوق شويه على المساعدين والفار دي اخر حاجه كابتن ايمن مباراه مليئه بالاحداث صحيح رسالتي للحكام يا جماعه احنا لسه في بدايه الدوري من فضلكم نركز شويه عشان الاخطاء دي هتؤثر فيما بعد في النقاط توفيق للتحكيم المصري ومبروك للنادي الاهلي نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر امتعتنا خليك وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الاسبوع الخامس للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 وتصدره لجدول المسابقه عن جداره واستحقاق الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم الف مبروك والف شكر يا كابتن بشكرك كابتن ايمن مبروك وعقبال اللي جاي باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن اسامه عرابي الف مبروك الف شكر يا كابتن شكرا ايمن ومبروك ومبروك لجماهيرنا تصدر الدوري وان شاء الله يستمر النهائي باذن الله رب العالمين كابتن علاء ميهوب شكرا يا كابتن شرفتنا شكرا ايمن مبروك وثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله الحمد لله كابتن عادل شرفتنا يا كابتن الف شكر والف مبروك مبروك يا كابتن وانا اتكلمنا قبل كده في موضوع الفار ده وان شاء الله ما يخطئوش في حقنا تاني وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياتي